السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد الجهاز ديال بلوتوث اللي كيمشي في الكاسك ديال لا موطو. هو هذا الجهاز هو معنا هنايا كما كتشوفوا. هو هذا جهاز ديال بلوتوث. غنحلو دابا باش نتعرفوا على الحوايجات اللي كاينين به الداخل. اول حاجه كما كنعرفوا المانيول كتيب اللي فيه كاع الحوايجات على الطريقه ديال التركيب كيفاش دايره، شنو الماتيريال اللي كاين معاه كما كتشوفوا. هكا هو هذا هكا، وهذا العموم. هادشي ساهل نحطو جانبا. شوفوا شنو كاين في العلبة. كاين كابل يو اس بي بحال ديال سامسونج نيت، كابل يو اس بي هو كيما كتشوفوا. وهذا هكا ديال بلاستيكا خاوية. هاد العيبات هادو هما اللي كيتلصقو في ليزيات، ومن هنا من الظهر كيتلصقوا في الكاسك من الداخل. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدموهم. هنا كذلك كاين بعض تويشيات صغار ديال الفيسات في كتركبوا داكشي، كاينين في هاد البلاستيكا. ها هما هما الفيسات، عرفوا واش كيبانوا مزيان. هما هادو بونجا ديال الميكروفون، وايضا التويشيات هادو زايدين بحال هادو. هما ها هما كيعطيوهم لك زايدين الا بغيتي تبدل الكاسك ولا شي حاجه، ني تلقى باش تبدلهم. هادشي اللي كاين. وهنا كاين رانديلات، عرفتش واش يبانو لكم ولا لا. ها هما رانديلات صغيورين، ها هما هما اللي بانو لكم رانديلات صغار كيتلصقوا في الفيسات. صافي داكشي اللي كاين هنا في هاد البلاستيكا. وهنا كاين عندنا جهاز ديال البلوتوث اللي كيلصق هنا. طبعا ها هما كاين الفيسات هنايا، كيتحيدوا من هنا هاد القومات وكيتفسخوا وكيتركبوا في الكاسك. وعندنا هنايا ها هو لي باف، هذيك اللعيبه كتلصق هنايا. هذا الميكروفون، وهذا الباف الثاني. هذا هو الجهاز، كيشعل من هنايا، كيشعل من هاد البليصه هادي. ها هو شعل، ها هو تكونيكتا. عرفتوا واش كيبان لكم مزيان. غادي نشوفوا كيفاش نمونطيو هادشي. من هنا هاد البوطونه كتنقص الصوت، هادي كتزيد الصوت، وهاد البوطونه باش كتجاوب على لي زابيل والمكالمات الوارده. هذا وايرلس ايرفون بي تي 12، وايرلس بي تي 12. اذا نمروا للطريقه ديال التركاب ديالو. المهم الاخوان، هذا هو الكاسك باش كنخدم. ال 52 ها هو كما كتشوفوا هنايا، ها هي ال 52 ها كاين هنايا عاوتاني نيت، ها هي ال 52 هو الكاسك باش كنخدم. دونك البلوتوث غنركبو هنايا. جبت الطورنو فيسات باش نركب الميريكان باش نخدم البلوتوث باش نفيكسيه، والبلا باش نحاول ندخل البلوتوث هنايا في هاد البليصه هادي. المهم خليكم مع لا فيديو. اول حاجه ناخذ الجهاز ديالي ديال البلوتوث اللي هو هذا، وناخذ الميريكان. كتحيدوا هاد جوج ديال القومات كيجيو هنا هما كما كتشوفوا بالشكل هذا هكا. ها هما يا كيبانو لكم الفيسات هنايا، ها هما هما الفيسات كاينين لداخل. المهم نحلو الفيسات بلا ما نحيدوهم، غير رخفوهم واحد شويه، رخفو الفيسات واحد شويه باش هاد اللعيبه كتولي تتحرك معانا. ها هي ها هي كتفسخ هكا، صافي باش كتولي متحركه هكا. نقدروا ندخلوها تما في الكاسك. دونك نفيكسيو هاد البياس هاد ديال البلوتوث هي اول حاجه. نحاول نفسخها مره باش تجينا سهله. نحاول نفسخ كاع الفيسات. هما تحيدو قولي الفيسات هنايا، كندخلو هاد البياس هنايا. هاكدا ندخلها في الكاسك هنا بهاد الشكل هدا.
نجيب هاد الرانديلات ولا التويركات نحطهم هنا ونجيبو الجهاز ديالنا ديال البلوتوث بهذا الشكل هذا هكذا هكذا نحاولو نزيدو نطلعو الجهاز ديالنا مزيان باش يشد بلاصتو هكذا عاد نفيكسيوه مزيان دابا ريسيت هكذا سامر دابا غنحاول ندخل هاد الخيوطة هنايا نفيكسيوه مزيان هادشي اللي كاين غادي ندخل هاد الخيط من هنا من الجناب ونحط لي باف من الداخل ونولي لكم عاوتاني. اذا الاخوان بعد ما حطينا دوك لي باف وسط البونجات باش تجي خدمه فينيسيون ميجيوش خارجين الخيوطه وداكشي كتجي خدمه مزيانه فينيسيون حطيتهم من الداخل ودوزت الخيط حتى هو من الجناب ديال الكاسك ما احتجت لدوك اللصقات اللي كيلصقوا لي باف ما احتجتش ليهم في مره يعني خليتهم هذوك درت لي باف غير وسط البونجات لداخل جاهم فينيان الميكروفون هو هذا كما كتشوفوا جات خدمه نقيه فينيسيون هو البلوتوث كما كتشوفوا شاعل هادشي اللي كاين او اللي جا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا الاخوان كتجي واحد الشكل اللي رائع هذا الشكل هذا كما كتشوفوا المهم لي باف ما كيبانوش كيجيو لداخل في البونجات ديال الكاسك والميكروفون كيجي على الشكل هذا هنايا يمكن لك تحركو كيف ما بغيتي والصوت كنظن انه الصوت فيه الجوده لو بغيتي تكونيكتي مع الكاميرا كيكون مزيان هادشي اللي كاين حنا جينا هنا للطبيعه سيلفا وحدي الكاسك واش مزيان واش حمر ولا لا صراحه في النهار كانت الحراره دابا كاين شي شويه ديال البرد احنا في بوزغلال مناظر الخلابة يا سلام كنظن انكم كتسمعوني مزيان هذا هو الريفيو لهذا المنتوج هذا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الى حلقة مقبلة ان شاء الله بيس